معنا مراسلنا من تونس سيف الدين العامري. سيف الدين، ما هي يعني أبعاد هذا الحظر للتجوال في تلك المناطق؟ طبعا الحديث عن تونس الكبرى، إلى أي مدى سيمس أيضا السكان، وما طبيعة يعني هذا التردي في الوضع الصحي الآن من جانب فيروس كورونا؟ نعم ماجد، إذن تلتحق تونس الكبرى المكونة من أربع محافظات كبرى، أريانا، منوبة، تونس العاصمة وابن عروس، بمدينة الكاف أو محافظة الكاف شمال غربية تونس. طبعا فرض حظر التجوال من 9 ليلا إلى 5 صباحا. ما الذي يعني هذا ماجد؟ الذي يعني هو أن حياة ليلية بأسرها ستفقد في محافظات العاصمة تونس، خاصة الضاحية الشمالية التي تعرف بمطاعمها السياحية ومناطقها السياحية. إذن ستتضرر أو سيتضرر هذا القطاع ابتداء من هذه الليلة 9 مساء، والتسريبات من وزارة الداخلية تصلنا لحظة بلحظة تقول إن الدوريات ستكون متشددة هذه المرة في فرض حظر التجوال. المعضلة أيضا ماجد هي أن العاصمة تونس مكونة من 4 محافظات، كل محافظة لها طبعا إدارات أخرى موجودة في العاصمة، هناك موظفين ينتقلون، هناك سكان منطقة عملهم مثلا العاصمة تونس وهم يقطنون في أريانا أو منوبة أو بن عروس. إذن الإشكال هنا سوف تشهد طبعا وسائل النقل العمومي والطرقات اكتظاظا، على عكس ما يريده المسؤولون الصحيون وهو تفريغ البلاد في ساعات مبكرة حتى لا يتم الاكتظاظ وأيضا نقل العدوى. إذن هناك نوع من التشكيك في سلامة هذا الإجراء، لأن اكتظاظا ما متوقعا سوف يحدث هذا المساء، ونحن طبعا سنرقب حركة المرور في العاصمة تونس. طبعا بالنسبة لي فيروس كورونا، الإصابات فعلا ماجد في تزايد مضطرد يوما بعد يوم، حالات الوفيات بدأت في الزيادة، الأمر الذي أصبح مقلقا بالنسبة لي السلطات الصحية وأيضا بالنسبة لي الإدارات الأمنية وإدارات المرور وإدارات طبعا الإدارات العمومية التي انقسمت فريقين، فريق صباحي فريق مسائي. هناك نوع من اللخبطة في سير دواليب الدولة التونسية، وطبعا الحالة ليست مستقرة إلى حد الآن. نعم ماجد. نعم، إذن كان معي مراسلنا من تونس سيف الدين العامري.